بتعرف انه المرأة او الام او البنت يعني اللي بدها تكون حياتها اكيد انه اتس ذا مادر نيتشر بتخلق معها يعني بتتمنى انه يكون عندها بيبي وعائله واولاد وواتس ايفر. ما فكرت فيها يعني بس انه اكيد توصلي لعمر تقولي انه بدك ولا بدك تكوني تربي عائله يعني انه بالنهايه الشغل اللي انا عم بعمله منا شيء انه ما فيني اقدر اخلف او يعني ما بروح بحارب ما بس انه صحيح انه اوكي بعيش جسمي بس انه سبحان الله يعني حتى الحبل وممكن يكون راحه للاتلات اذا كانت اتلات وبتستعمل جسمها يعني انه هو تكوين جسمها كله خاصه بحياتها. بس ما بتعملي بلان غير انه بتحسي انه اتس تايم انه تو موف نيكست ليفل بركي هيدا الليفل بيساعدك انه تكفي. بيجوني افكار يعني مرات بقول لا اذا هو مش مرتاح ما فيني عندي برايورتيز قبل انه روح اتمرن بس انه اكيد كمان ما راح يكون عائق بحياتي انه يكون هو موجود وانا ما فيني اتمرن. بالعكس يعني انا بحب بس اجي مثلا معي على التمرين بيكون حد يعني انه لازم انه ضل فرجيهم انه سبار مهم يعني خصوصا هلا بالجو اللي عم بيكون انه ابار انه في مدارس ودرس انه في دفول ما بدهم يعملوا الاولاد بدك تعرفي وين تاخديهم. بحس انه بركي هيدي الشغله عطتني موتيفاسيون اكثر انه كفي بشوف الاولاد كيف انه بحبوا يشوفوني عم بعمل سبار بحبوا يشوفوني انه عم بعمل نتائج هيدا الشيء بيساعدني اكيد يعني ما بيخليني انه اقول لا بدي اوقف يعني ابار انه في ايفان في عندي عائله مكونه ديجا من ثلاث اولاد مش ولادي بس انه بعتبرهم ولادي وفي بقى ليك بالمستقبل يعني ما فيك بالنهايه يعني الانسان بتعطيه حياته بده يقرر هو حياته يعني انا ما فيني اجي اقول له باجباري تنزل تعمل سبور لا بس انا واجبي كأم انه حمسه على هالشيء وانا كيف بدي حمسه اذا هو ما بيشوفني انا عم بعمل هالشغله بس بحب شوفه ناجح يعني مثل كل حيالله عائله بتحب تشوف اولادها ناجحين وبقول اذا عندي هالقدره انه ساعده فيها بقدر انه بجرب قد ما فيني تو بوش هيم عليها يعني فهمه شو لانه بتعرفي الولد اذا ما بيفهم شو عم بيعمل بتصير عنده حشريه انه شو ليش مامي بتضيني اعمل هالشيء ولا انه ليش جابريني اعمل هالشيء. بتمنى يعني عندي تمني انه شوفه عم يعمل سبور اكيد بدي نزله على الملعب كل يوم اكيد يعني هيدا بارت من حياته بده يصير استفاده لإله ولإلي يعني انه انا كمان رح ضلني هلا انا بقول رجعت هالسنه او لسنه الجاي اكيد لانه بعدني محمسه بس انه بكره بده يكبر رح يصير اهتماماتي لإله اكثر يعني مش هيك بستفيد هالفتره هدفي بطولة اسا يعني هالسنه عم بعملها تحضير لسنه الجاي وسنه الجاي بتكون اخر سنه يعني ممكن سنة الجاي اعلنها بس انه هلا ما عندي بلان يعني الا حديد ما خلص سنة الجاي ممكن هالسنة اعلنها ما بعرف يعني حسب نتائجي ما فيني اقرر بس انه انا عندي بلان انه كفي سنتين بعد هالسنتين مش انه بوقف سكور اكيد لا بس انه اخذها هالقد جدية وسافر وتحدي وهيك اكيد لا وعندي اولوية. بتمنى اكون مثل لحيالله مرة حبلت او مش حبلت ناصحة او ضعيفة او بتضبط جسمها او متضايقة مع حالها ولا شو ما كانت. انا برأيي ومن خبرة يعني عشتها سبور اهم شيء بالدنيا.